عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم جيتكم بسيفة كاتو عالمي ملا بنة وملا خفة، خاصة اذا كنت تحبوا البوفريو وتحبوا شوكولا باش يعجبكم برشا برشا. الكاتو متاع اليوم باش يكون بجنواز مختلفة، يعني ما هيش جنواز عادية، باش تكون جنواز بالبوفريو. قديش تجي فيه وحوبنينة، وعملتلكم معها زيدة كريم موسلين بالبوفريو، خاطر اخر مرة تطلبوا مني برشا جاتو بالبوفريوة، دونك عملت لكم كلها جاتو بالبوفريوة ومغلفة بالشوكولا وبتبيعة جلاساج مغواخ. تتراو الطريقة كيفاش سهلة برشا برشا، ويجيكم سيفة جاتو مضخم مزيان وبنين برشا، والطريقة سهلة، جس تتبعوا الزيتاب بالضبط، وان شاء الله بقدرة ربي تنجح معاكم 100%. وكيما تشوفوا ما شاء الله الجاتو يجيكم مزيان ومضخم على الاخر، وكالطبقات ايش باش نحكي لكم، نودكم ولا نشهيكم. دونك اقعدوا معايا وتبعوني للاخر باش تعرفوا كيفاش نحضروا. واول حاجه باش نبداو بها هو تحضير الكريم، وهذه بالنسبه لي انا من ابن واروع انواع الكريم اللي نستعملهم ديما للي جاتو، اللي هي الكريم موسلين. باش نستحقوا مقدار 750 مللتر من الحليب يكون سخون، عليه 3 اصفر بيض، 100 غرام شاي، 100 غرام سكر، زوز بكوات سكر فانيي تجينا 16 غرام، ومقدار 400 غرام من الزبده، تكون زبده حيوانيه مش مارغرين، وتكون على درجه حراره الغرفه، يعني تكون طريه 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 كيما الكريم بالضبط. وهذه الكريم عباره على كريم باتيسير معها الزبده، تجيكم بنينه وخفيفه تشره، وتنجموا تنكهوها بالشوكولا بالنوازيت بالبيستاش كيما تحبوا نتوما. وتوا يجي نوريكم طريقه التحضير. يلا نبداو. بسم الله، نحط 3 اصفر بيض، نضيف عليهم السكر فانيي، باش نخلطهم شويه مع بعضهم حتى يكشلين اصفر البيض يبيض شويه. بسم الله، توا نضيف عليه مقدار السكر الكل، نضيف انشي، ونضيف عليهم الحليب، لازم يكون سخون يغلي، نخلطهم الكل مع بعضهم مليح مليح باش يتحل اكنشي مع السكر في الحليب. وتوا باش نهز نحطها على الغاز، تخليها تطيب حتى كشلين تبدا تختار وتولي الكريم متماسكه، وكل كشكوشه هذه الكل نتاع الحليب تتنحى. وهذه هي الكريم نتاعنا بعد ما حضرت. شوفوا ما شاء الله كيفاش عقادت، امورها واضحه، وديما كي تحطوها على الغاز مع التحريك المستمر حتى كشلين تبدا تثقل كيما هكايا، ما تغفلوش عليها باش ما تكعبرش. وتوا وهي سخونه هكايا، ريتو ال 400 غرام زبده هذه، باش نضيف منها 50 غرام لهنا، ومن بعد الباقي تراو كيفاش باش نعملوها. بسم الله، ونحلها معاها، ديجا هي تتحل اوتوماتيكمون خاطر مازالت سخونه ما شاء الله. وهذه هي الكريم نتاعنا بعد ما حضرت، شوفوا ما شاء الله رطبه اتشره. وتوا اجي نوريكم شنو باش نعملوا لها. جبت توا صحفه كيما هكايا باش نصب فيها الخليط الكل، ونحط عليها هكايا بالطريقه هذه، لازمها تمس في الكريم باش من بعد كي ندخلوها للفريجيدير ما تشيحناش، وحتى من بعد كي نجيو نخدموها ما تكعبرش. وتوا باش نهزها للفريجيدير نخليها تبرد كومبليتمون حتى كشلين تتماسك على الاخر، ومن بعد ان شاء الله نكملوا نحضروها. وتوا باش نتعداو نحضروا الجينواز، وتوا باش نتعداو نحضروا الجينواز، باش تجينا جينواز سبيسيال على الاخر، باش تكون جينواز بالبوفريو فيها سيفه ريحه وسيفه مطعم ما نحكي لكمش بنينه على الاخر. باش نستحقوا مقدار 8 كعبات عظم يكونوا متوسطين الحجم ويكونوا على درجه حراره الغرفه، يعني نخرجوهم من الفريجيدير اقبل بمده. باش نستحقوا زيده 200 غرام من البوفريو اللي ريحتها ديجا عرجتها شويه على النار، ومن بعد ريحتها حتى كان تقعد هكا حبيبات صغار صغار عادي، راهو من بعد ديجا تظهر ياسر محليها في الجنواز. باش نستحقوا 50 غرام من الفارينه، 100 غرام سكر عادي، و100 غرام سكر غلاس يعني سكر محور. اول حاجه باش نبداو بها باش نخلطوا النواشف الكل مع بعضهم، حطيت لهنا كميه اللوز، باش نضيف عليه السكر غلاس، بالطبيعه لازم نغربلوه، نغربلوه مليح باش ما يقعدش فيها كالكعبره. ونضيف عليهم الفارينه ونخلطهم توا الكل مع بعضهم هكا،
وتوا نحطوها على جنب ونتعديو نحضروا المرانك نتاعنا. اول حاجه باش نفصلوا ابيض البيض على اصفر البيض، دونك الغسيبيون نتاعكم لازم يكون نظيف وما فيش حتى قطره نتاع ماء، وما طيحوش حتى طرف نتاع اصفر مع ابيض البيض باش من بعد يتضاعف الحجم نتاعو بالباهي. وتوا باش نخليوه يتخدم مليح مدة 5 دقائق كاملين حتى كشلين يبيض، من بعد نبداو نضيفوله في السكر تدريجيا، ولازم نعملوها على سرعة عالية، وتنجموا تستعملوا مضرب كهربائي يدوي عادي وإلا روبو، راهو يعطيو نفس الشيء ونفس النتيجة. بسم الله. توا بعد ما بياض بالطريقة هذه باش نبدا نضيف السكر تدريجيا بشوية بشوية ونخليه يتخدم مدة 5 دقائق اخرين. توا بعد ما تخدم مليح باش نبدا نضيف في اصفر البيض بالكعبه ونخليه حتى كشلين يدخل في وسطه ويمتزج بالباهي. وتوا بعد ما حضر المرنج نتاعنا كيما تراو طلع بالباهي. شنو باش نعملو؟ باش نبداو نضيفو فك الخليط هذاك اللي حضرناه من قبيله، النواشف الكل مع بعضهم نقسموها على ثلاثه في كل مره، هاو كنضيفو ونخلطو. بسم الله، باش هكاك المرنج نتاعنا ما يتيحش. وديما كي نخلطو كيما العاده والعويد، توا استنستو من اللوطه للفوق هكايا. اوكي انا ديما نعاود خاطر يبداو ساعات شكون هكا مازال جديد يتبع فيا جديد، دونك باش تعرفوا كل شيء اون ديتال. نضيف توا الشطر الثاني كي العاده نخلطه، ونضيفوا توا الباقيه الكل ونخدموهم توا مع بعضهم مليح مليح. ها نخلطوا كل شيء خاصه من اللوطه، ديما اجبدوا هكا من اللوطه، ريتو يبدا راهو مازال اللوطه يهبط، دونك ديما اجبدوا هكا من اللوطه للفوق. وهذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه، وتوا باش نجيب المول ونحط فيها. بالنسبة للمول اللي باش نستعملها باش يكون القطر متاحة 20 سنتيمتر والعلو متاحة 10 سنتيمتر، وبالطبيعة نحطو فيها بابي كويسون هكية على جنيب وفي القاع من اللوتة باش من بعد تجينا الجنواز كاملة متكاملة وما تتكسرش معانا. حاجة أخرى نحب نقولكم عليها إنه الكونتيتي اللي عملتها 8 بيضات، نجمو تعملوها في مول متاع 18 سنتيمتر وإلا 20 سنتيمتر. أنا المرة هذه اخترت الأكبر يعني العشرين، علاش؟ باش الجنواز متاعي ما نحبش تكون عالية برشا برشا، فهمنا؟ باش نعملو اليوم جاتو تتراو الطريقة كيفاش وقدش العلو متاعها. يلا توا بسم الله باش نحط الخليط الكل، نستويوها بطبيعة من الفوق هكية، نطلعها كيما هكا ونعملها هكية باش تجيني من بعد كلها مستوية. وما تنساوش باش تشعلوا الفرن متاعكم على درجة حرارة 180 درجة، ضروري على الاخر تشعلوه بالمسبق تخليوه يسخن بالباهي. وتوا باش نهز نحطوها في الفرن، باش نحطها على درجة حرارة 180 درجة نشعل عليها من الفوق ومن اللوطة ونخليها مدة 40-45 دقيقة حتى كشلين الطيب كومبليتمون. وردوا بالكم تحلوا عليها الفور، راهو سينو اتيح لكم، لازم تخليوها الطيب حتى كشل الاخر. وتوا اونطروطون باش نكملوا نحضروا لكريم موسلين، دونك باش نحط الكريم اللي حطيناه في الفريجيدير. شوفوا قديش تماسكت، ريتو تكون متماسكة على الاخر على الاخر. باش نخدمها مليح حتى كشلين ترجع كريم كيما كانت. وتوا بعد ما رجعت كريم كيما كانت باش نبداو نضيفولها في الزبده تدريجيا، لازمها تكون كريم 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 هكايا، معناتها ما لازمش تكون ذايبه وما لازمش تكون عاقده وبارده، ردوا بالكم سينو راهي الكريم موسلين نتاعكم اتكعبر لكم. وفي كل مرة نوقفوا عليها باش نهبطوا اكل كريم هكا على جنب باش الكل هذا تخدم مع بعضها بالباهية، وباش نخليوها تتخدم مدة 10 دقائق كاملين حتى كشلين تلاحظوا اكل الزبدة فتح اللون متاعها تتخدم مليح وتجيكم كريم متماسكة اتشره.
وتوا شنو باش نعمل؟ قسمت الكريم على اثنين، شطر باش نخليها بيضه كيما هي، وشطر الاخر باش نعملها بالبوفريوه. هذه بوفريوه مقدار بالضبط 150 غرام، عرجتها على النار ومن بعد رحيتها حتى كشلين سايبه الزيت نتاعها هكايا وولات بالطريقه هذه ريتو. وباش نضيفها للكريم، يلا بسم الله نحط الكميه الكل، تجيكم كريم بنينه 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 على الاخر بنكهه البوفريوه، بوسك الجاتو نتاعنا الكل بالبوفريوه. وباش نخدمهم توا مع بعضهم شويه، جست باش تدخل لك البوفريوه مع الكريم. وهذه الجنواز نتاعنا بعد ما حضرت كيما تراو، دونك باش نحيلها البابيي ديجا مازالت سخونه. هنقلب لكم زيد على البارتي الفوقانيه بالكل كيفاش جات، ما شاء الله امورها واضحه. عاليه شويه، ما نحبهاش ياسر ياسر عاليه، خاطر كيما قلت لكم الجاتو نتاع اليوم مانيش باش نعملوه عالي، جيت بالضبط كيما انا نحب. توا شنو باش نعمل؟ باش نخليها تبرد كومبليتمون، من بعد ان شاء الله نقصوها ونبداو نحضروا فيها. وتوا بعد ما بردت بالكدا باش نقصوا الجنواز، باش نستعمل الاله هذيه باش نقص بها، تسهل عليا بالكدا وتجيبها معناتها كلها قد قد. وتنجموا تختاروا العلو اللي تحبوا تقصوا بيه، انا مانيش باش نعملهم عاليين برشا، سينو ديجا وريتكم برشا مرات وخاصه في الفيديو نتاع الجنواز كيفاش تقصوا جست بالسكينه وكها ومعناتها وتجيكم كلها مستويه. يلا توا بسم الله نشدها هكايا ونقص بشوية بشوية. وهذه البارتي الاولانيه، وشوفوا ما شاء الله من داخل البوفريوه كيفاش ظاهره، حاسيلو اتشره. هذه اللي باش نحطوها من اللوطه هكيه، فيها القاع هذه من اللوطه، وباش نكمل نقصهم الكل بنفس الطريقه. وتوا باش نبداو نحضروا في الجاتو، حطيت ديجا البارتي اللوطانيه، عملت الرينغ هذايا تنجموا تعملوا بيه اذا كان متوفر عندكم، سينو راهو مش ضروري حتى طرف، جست انا نستخدمه باش يطلع لي كل شيء هكا مستوي ومرتوب. وباش نبداو نسقيو الجاتو نتاعنا ضروري على الاخر باش تجيكم طريه، انا باش نسقيها بالحليب، اما اذا كان تحبوها تشد لكم اكثر وما تقرصش فيسه ماذا بكم تستعملوا سيغو كيما ديما نقولكم، اللي هو شطر كيس نتاع سكر عليه شطر كيس نتاع ماء، تخليهم يغليو جست شويه ومن بعد تستعملوهم، المهم تخليهم يبردوا قبل ما تستعملوهم وتسقيو بهم بالكدا، ديما قد السكر قد الماء. لكن اذا كان ماكمش معناتها باش تبيتوها برشا بيريود هاكا تنجمو تسقيوها بالحليب كيما انا هكايا تاع فيسا فيسا، ديجا هي على قد ما تسقيوها على قد ما تشرب برشا. وتوا باش نجيب الكريم هذيا اللي بالبوفريوه وباش نحطها بالطريقه هذيا، وما شاء الله الكريم جات تهبل بنينه 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 على الاخر. الحاجه الباهية في الكريم موسلين تعجبني انه ما تحسوش بمطعم الزبده جمله، ما يبداش موجود اصلا، تجيكم تهبل مش كيما تعملوا كريمه الزبده وحدها. وبالطبيعه نجيو هكايا نستويوها بالكدا باش تجينا الكلها قد قد ومرتوبه ومستويه. ونحط توا البارتي الوسطانيه، وكيما العاده والعويد لازمنا نسقيوها باش تقعد لنا ديما تريا. والطبقه الثانيه باش نعملها بالكريم هذيا اللي خليتها بيضه هكا، ونستويوها بالطبيعه باش تجينا كلها قد قد. وباش نجي من الفوق باش ناخذ بفريوه هكايا مهروشه وباش نحطها، خاطر نحب هكا نحس حاجة تتقرمش في وسط الجاتو تجي حاجة روعة. دونك باش نعمل طبقة من البوفريوة، ونحط توا الطبقة الأخيرة بالكل اللي هي الفوقانية، ننزل عليهم هكايا باش كل شيء يشد بقاتو. وما ننساوش أكيد باش نسقيوها ديما، حتى البارتي الأخرانية بالكل نسقيوها باش تقعد لكم ديما طرية. توا اخر حاجه باش نعملها ناخذ هكايا شويه من الكريم باش نحطها من الفوق جست شويه باش نغلف بها وكها، ونحلها بالطريقه هذه وباش ندور عليها هكايا نستويها بالباهي هكا. و
وهذه الجاتو نتاعنا كي حضرت توا باش نهز نحطها في الفريجيدير تبرد بالباهي بالباهي تبرد كومبليتمون. من بعد نخرجوها ونغلفوها ونوريكم زيدا كيفاش باش نعملوها لكلاساج وكيفاش باش نزينوها. وتوا بعد ما بردت بالباهي بسم الله باش نحل عليها. ما شاء الله الطبقات جاو يعمل كيف. توا شنو باش نعمل؟ باش نبدا نغلفها على جنب الكل بنفس الكريم هذيك نتاع البوفريوا باش ندور عليها الكل نغلفها هكا وديما من اللوطة للفوق بالطريقة هذه. وتوا باش ندور عليها الكل هكايا على جناب نستويها مليح. وهذه الجاتو بعد ما كملت غلفتها بالفيهي بتبيعها استويتها مليح مليح خاصة من الفوق وعلى جناب. وتوا باش نتعدي ونحضروا الجلاساج او شوكولا وانتخطان نحطوها هي في الفرجيدير باش تمسك شوية. نجيو توا باش نحضروا الكلاساج ميغواغ ساهل على الاخر على الاخر. باش نستحقوا مقدار 200 غرام من السكر عليه 150 مليلتر من لاكريم ليكيد اونتيير اللي يكون فيها اقل حاجه 35% من ماتيغ غراس، 80 غرام من الكاكاو بودر يكون كاكاو مر. وباش نستحقوا زاده 70 غرام من الماء يجيونا 7 مغارف كبار نتاع ماء. واكيد باش نستحقوا اذا كان باش نعملوا كلاساج ميغواغ باش نستحقوا الجيلاتين. ناخذوا لهنا 4 اوراق نتاع جيلاتين الوزن نتاعهم الكل في الكل 14 غرام. بالنسبه للجيلاتين ردوا بالكم راكم تشريوا معناتها ملي غون سيرفاس اذا كان تعيشوا البرة خاطر راهو يبدا ماهوش حلال. دونك انا لهنا خديته من امازون ديجا باكو كيما هكايا هكا ديجا مكتوب عليه حلال. هذا تلقاوه في امازون تو خليكم الليام نتاعو اذا كان تحبوا تشريوا منه. سينو تنجموا زاده تعوضوا بالجيلاتين اون بودغ اللي تلقاوه انتم. المهم 14 غرام. وتوا اجيو نوريكم طريقه التحضير. اول حاجه باش نبدا بها باش نحط الجيلاتين الكل في ماء بارد. عبيوا الكميه اللي تقدروا عليها المهم يكون ماء بارد ماء نتاع سباله. نحط فيه الاوراق هذوكم الكل نخليهم مده 10 دقائق كاملين. وتوا نتعداو نحضروا السيغو والخليط اللي باش نعملوا فيه الكاكاو. جبت لهنا الكسرونه اللي باش نطيب فيها وباش نحط فيها كميه السكر الكل اللي هو 200 غرام وباش نضيف عليها 70 غرام تاع الماء. وباش نهز نحطهم على الغاز نخليهم مده 5 دقائق هكاكا حتى كشلين الخليط هذايا يولينا سيغو وكل السكر يذوب لنا. وكيما تراو السيغو نتاعنا احضر ما يكونش عاقد برشا وما يكونش جاري برشا زيدا جست هكا دوبا ما يغلي مع بعضه ويولي هكا تحسوه شويه متماسك. وقتها نجيبوه ونضيفوا عليه الكريم ليكيد تكون سخونه لازمكم تسخنوها من قبل ونضيف عليهم زيدا الكاكاو ونحلهم الكل مع بعضهم بالباهي. وتوا نجيب اوراق الجيلاتين ونحي منهم الماء هكي نعصرهم مليح. وديريكتومون نحطهم في الخليط ديجا تو يبدا يتحل بشوي بشوي. وتوا شنو باش نعمل؟ نجيب ميكسور كيما هكايا وباش نخدمو بالكدا باش اذا كان فما كعابر والا حاجه يتحلو. ونجيو توا للتاب الاخرانيه بالكل باش نصفيو الخليط نتاعنا ضروري على الاخر لازمنا نصفيوه باش ما يبدا فيه حتى شيء. وتوا جبت الجاتو بالطبيعه لازمكم تحطوها فوق حاجه كيما هكا باش الباقي كل يفضل يهبط اللوطه. و بسم الله باش نصب ديريكتومون الكلاساج هكا نحاول هكا نحل بشويه. خاصة على جنابه هكا واحدة واحدة. وهذه هي
الجاتو متاعنا بعد ما حضرت كما تراو ما شاء الله هاك اللمعه اللي فيها، خليتها بردت كومبليتوم في الفريجيدير، بردت بالباهي زي انت على جنابك عابر هكا متاع شوكولات، نجم تعوضوها حتى بشويه بوفريوه مهروشه زي انت من فوق بالشوكولاته البيضه وشويه بوفريوه زيدا مهروشه، خاطر كيما تعرفوا الجاتو متاع اليوم الكل بالبوفريوه. وبالنسبه لطريقه التزيين زينوها كيما تحبوا انتوما وتشتهيو، انا هاكا نعطيكم ايدي لمحل الطريقه هذه، عملتها عمناول في فيديو زيدا في راس العام وعجبتني على الاخر وحبيت السنه زيدا نعاودها جست هكا مع شويه تغييرات، ومقعد توا كاين باش نقصوها ونوريكم ما شاء الله الجاتو من داخل كيفاش طلعت معانا. انودكم اولا نشهيكم الطبقات هكا جاو في بقعتهم، اكل جنواز ما شاء الله هكيك البوفريوه ظاهره في وسطها، وبنفس الكريم بركه معناتها عملنا زوز انواع اللي هي بالبوفريوه والاخرى خليناها بيضه كما هي بالفاني، بحق بنة وتراوة غير عادية، نصحكم على الاخر باش تجربوها. واذا كنت حيروا في الجلاساج وما عندكم الجيلاتين نجموا راهو تذوبوا شوكولا عادية، ضيفوا لها 4 مغارف كبار ولا 3 مغارف كبار متاع زيت نباتي وتصبوهم فوق الجاتو وتعطيكم زيدا لمعة احلوة وتجيكم مزيانة برشا. قولوا لي في كومنتير اشنو رايكم ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي. باي باي.